عسري بوتعيب رئيس الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان. جينا هنا في هذه الوقفة التضامنية مع الأطقم الطبية بمستشفى القرب سيدي مومن اللي وجدوا نفوسهم أنهم في حالة نقولوا احنا بين قوسين في حالة تشرد، لأن بعد ما انتهى العمل ديالهم في هذه المرحلة من مجابهة وباء كورونا كان المفروض على الجهات المسؤولة اللي تنقلهم هي المندوبة الإقليمية اللي عملت البرنوطي، على ان هاد الناس هادو بعد ما انتهوا من العمل ديالهم كان خاصهم انهم يلقاو واحد التحليله واحد الفاكسان باش يشوفوا واش هاد الناس هادو غير مصابين بالفيروس كورونا، من تما كيمكن لهم ينتقلوا الى العائلات ديالهم، بحيث لقاو ان كل المسؤولين لا المندوبه الجهويه لجهه الدار البيضاء ستات ولا المندوب الاقليمي يعني تنصلوا من المسؤوليه ديالتهم وخلوهم عرضه خلوهم عرضه سميت عليه للتشرد، بحيث ان اللوطي الاول ديال الايبيس ما وقفهم باعتبار انتهاء المده ديالتهم في هذاك اللوطيل، قالوا لهم ننتقلوا الى لوطي سيراتون، لوطي سيراتون ايضا قال لهم حنا ما عندناش اللوائح ديالكم باش نستقبلوكم، جاو هنا المستشفى ديال القرب سيدي مومن ما لقاوش العنايه، ما لقاو لا غذاء لا مشرب لا حتى شي حاجه، لقاو رؤوسهم انهم في متشردين في الساحه، فمن العيب اننا تنشوفوا في المصانع وفي المقاهي وفي بعض المطاعم وهذاك الشيء ان اي مخالط للانسان اللي تكون في هذا الوباء ديال كورونا تيخضع واحد التحليله باش نعرفوا انه هو مصاب بالفيروس. هاد الناس هادو قدموا تضحيات جسام، فكان في الاولى انهم يديروا لهم واحد التحليلات يشوفوا هم حقا هم مصابين او غير مصابين بالفيروس، ومن ثم انهم ينتقلوا للعائلات ديالهم. اما اننا ينتهوا من المهام ديالهم دون تحليله ونخليهم دون ماوى ودون ماكل ودون مشرب، هذا راه تنصل وهذا وصمه عار في حق وزاره الصحه لان هاد الناس اللي قدموا التضحيه ديالهم قدموا الانفس ديالهم وقدموا وضحاوا بالعوائل بالعائلات ديالهم وضحاوا بالوقت ديالهم وضحاوا بالجهد ديالهم وضحاوا بالحياه ديالهم، بدل انهم يكونوا التاج فوق رؤوسنا اننا اليوم تنشوفوهم بمستشفى القرب ديال سيدي مومن هما بالباليز ديالهم بالحوايج ديالهم بالمسائل ديالهم ما كاينينش نهار كامل، يعني كما تقولوا ما كلينا وجبه ديال طون. هذا عيب وعار وتنحملوا المسؤوليه كهيئه ديمقراطيه المغربيه، هذا التقصير تنحملوا المندوب الاقليمي ديال عمله البرنوسي، وتنحملوا ايضا المديره الجهويه ديال جهه الدار البيضاء ستات. معك محمد اكي رئيس جمعيه امن التشارك ديال وحجه الخازه، كنشوفوا هاد الناس في المستشفى القرب سيدي مومن مع باس مقاطعه سيدي البرنوسي، كان السيد مندوب الصحه راسلناه منذ حوالي ساعه ولا لحد الان جا من الطاقم الطبي، الان كيطلب شروط ديال المبيت والاكل. الناس راه خدامين معنا ليل نهار مشادين الوباء، هما اللي في الواجهه الاولى، هما اللي ضاربين تماره، والناس كيضحيوا بالغالي وبالنفيس، مخليوا الديور ديالهم والولاد ديالهم، مخليوا اي حاجه، وهاد الناس دابا عار 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 على المندوب الصحه اللي مخلي الناس مشردين، اللي يحن ملابس اللي يحن السكان ديالهم، اللي يحنهم هنا لحم لهم لوطيله تما ولحم دابا وباركين في الصحه ديال السبيطار، بحال هما بحال شي وحدين لاجئين مليوحين هنا، الخير ديالهم سالوا بحال زمان كورونا سالا، الاطباء ما عندنا ما نديروا بهم، واش شي عار وحشومه. وحنا كنوجهوا هذا النداء للسيد وزير الصحه، المشكل اللي عندنا هو السيد المندوب الاقليمي اللي عملت مقاطعه السيد البرنوسي راه ما كيتسوقش وما كيجيش وحشومه شي وغالب الله. استنكر ان هذه الوقفه هذه يعني كانت هذه تقريبا هذه ساعتين، وفي علم المندوب الاقليمي لجهه الدار البيضاء وانا تنعرفوا هذه السياسه ديال التغادي الا بعد ساعتين، يلا الان تتلقاو انه تيجي المندوب الاقليمي باش يوقف على يعني اسباب وتداعيات هذه الوقفه الاحتجازيه اللي تكلمنا على ان الاسباب ديالها وداك الشيء. حنا تنشوفوا هاد الناس منهم واحد من الاطقم الطبيه اللي معاهم كاينه سيده اللي ولدات وخلات سمحات في الحق الرضيع ديالها من الرضا وحق ديالو من العنايه وحق الحق ديالو من الحضن ديال الام ديالو، ضحات باتي في سبيل الوطن في سبيل مجابهه هذا الفيروس ديال كورونا، ولكن للاسف ان المسؤولين يعني تتنصلوا من هذه المسؤوليه ديالتهم تتنصلوا من هذه التضحيه ديالتهم. وهي السيده كيفاش ان السيده غادي تمشي عند واحد الرضيع اللي غادي تعطيه اللي غادي تقوم به وهذاك الشيء وهي ما عارفاش نفسها واش هي السالبه او موجبه من حيث الاصابه ديالتها بالفيروس ديال كورونا. هاد الناس هادو قدموا تضحيات جسام، خاص المسؤولين يكافئوا على صحاب التضحيات ديالهم. هاد الناس هادو تاز على رؤوسنا، اذا كان الناس ديال الامن تيوقفوا في لي باراج باش يحدوا لنا من
التنقلات ديال المواطنين. اما هاد الناس هادو فهما في مواجهه الفيروس، في مواجهه الفيروس، في التماس مع الفيروس. هاد الناس هادو خاصنا ندير لهم الف تحيه والف تقدير، وكما تنقولوا حنا كهيئه ديمقراطيه كل التضامن اللا مشروط واللا مطلق مع الهيئات الطبيه سواء كانوا ممرضين او كانوا اطباء، وكل التضامن. دابا يلاه دخلت واحد الحاله ديال السيد المصاب بكورونا، هاد الوقفه كاينه الوقفه، كاينه واقفه الوقفه ديال الاطباء الطاقم الطبي، ودخلت حاله دابا، يعني الناس اطباء لا مشاو، راه غتزيد حاله اخرى وزاد الحاله، ما عندهم ما غيديروا، فين الناس فين غيمشيو غيموتوا غيموتوا. والله يرحم الوالدين لما الناس ديروا معاهم شي جزاء، راه الناس راه واكلين الدق راهم الاولين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.